أعلنت السلطات الصحية بمحلية البرجاج بالولايات الشمالية ظهور حالات لمرض البولهارسيا وسط الطلاب في مدارس المحلية، وأكدت مديرة الوبائيات بالبرجاج سناء سليمان ورود 43 حالة اشتباه بالمرض، مشيرة إلى أن إدارتها سجلت 24 حالة مؤكدة ووضعتها ضمن قائمة الوباء نظرا لخلو تاريخ المنطقة بهذا الحجم من المرض. وقالت مديرة الوبائيات أن السلطات الصحية استنفرت كافة جهدها لمحاصرة المرض في منطقة البرجيج، والذي ينحصر حتى الآن في منطقة مشروع البرجيج الحارة الأولى، مؤكدة ورود الحالات المذكورة الخميس الماضي، مضيفة أنهم تعاملوا مع الحالات الواردة بكل وعي وإدراك، حيث تم تخصيص عدد من المراكز الصحية علاوة على المشافي الموجودة بغرض التقصي والمتابعة والفحص والعلاج، مؤكدة وضع الدرجة القصوى من الاستعداد لمجابهة أي حالات جديدة. التبليغ كان بعدد 43 طالب حالات مشتبهة، وجبناهم المستشفى وفحصنا لهم، وتم التأكيد المعملي لعدد 24 حالة، ده في اليوم الأول اللي هو يوم الخميس الماضي، والحمد لله وقفنا على الحالات دي وأديناها العلاج. 24 حالة أخذت العلاج إلى الآن. وللتعليق حول القضية معنا عبر الهاتف مدير مرحلة الأساس في محلية البرجيج يونس إدريس خيري. مرحبا أستاذ يونس. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخواننا وإخواتنا في قناة طيبة، اللي هم يعني ما قصروا اتصلوا معنا، وجزاكم الله خير. مرحبا فيكم. مرحبا. دعنا نتحدث بداية عن أسباب انتشار وباء البولهارسيا في المنطقة، وهل هناك إحصائيات دقيقة من جهات رسمية؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نحن الحمد لله المرض يعني عن طريق الصدفة، يعني الناس في المدارس بلغونا انه في تلاميذ بيشتكوا انه بيتبولوا في نهاية البول في دم، وطوالي نحن اتحركنا وعملنا غرفة طوارئ للتصدي والسيطرة على مرض البولهارسيا في محلية البرجيج برئاسة اخواننا المدير التنفيذي من المحلية والشؤون الصحية بالمحلية، مدير إدارة الصحة المكلف، والأستاذة الدكتورة سناء المتحدث قبلي في إدارة الوبائيات. نعم. وتحركنا طوالي وكوننا فيه عشان نحن نتحرك. نعم. بصراحة العملية دي البولهارسيا، لأنه المناطق دي أصلا مناطق زراعية في مشروع البرجيج الحار الأولى، والمناطق المجاورة عندنا عدد من المدارس في المشاريع الزراعية. مشروع البرجيج اللي تأسس سنة 1943 هنالك في ترع وفي مجاري، عشان كده كان المرض متركز في منطقة الحارة الأولى والمناطق المجاورة في الحارة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نعم. مشروع البرجيج بتكون من 4 حارات، عشان كده احنا كان تركيزنا كله في المناطق دي، والحمد لله رب العالمين نحن ساعين عشان نحن نتحرك، وفعلا نعم. قومنا تيم عشان يعملوا توعية. أهم شيء إنه التوعية، نحن نعمل توعية في المدارس. هذا من قبلكم أستاذ يونس، يعني دي الحاجة اللي أنتوا قمتوا بها، لكن أنت أسلفت وقلت أنه تم إبلاغ السلطات. كيف تعاملت السلطات الصحية في المحلية مع انتشار مثل هذه الحالات، يعني وكيف كان موقف الطلاب والوضع الآن كيف للطلاب المصابين؟ والله الحمد لله رب العالمين، الطلاب يعني متجاوبين معنا الحمد لله رب العالمين، أولياء الأمور متجاوبين معنا كذلك. نحن برضو نشكر إدارة ناس المعمل وإدارة المستشفى، في حين المرة الأولى كان إنه قالوا لنا ندفع القروش طوالي فقر للتلاميذ، لكن نحن لأنه في طوارئ في جماعة طوالي واقفين، عندنا أستاذ واقف طوالي برا إنه دفع طوالي مبلغ 1200 جنيه لعدد 40 تلميذ، لأنه قالوا الفحص للتلميذ الواحد مبلغ 30 جنيه وما كانوا شايلين قروش طبعا. نعم. واحد من الصديق أصدقاء المرضى واقف قال أنا طوالي بتبرع ب 1200 جنيه لعدد 40 تلميذ اللي هو جو دفعه واحده. نعم استاذ يونس، يعني من المواطنين الحمد لله رب العالمين انه يقيفوا مع المعلمين ويقيفوا مع التلاميذ. نعم. يقيفوا مع طلبتهم في وقت الشده. ويعني دعني اسالك في مساحه اخيره، يعني ما هي اهم التحوطات التي وضعتها الجهات الرسميه لمنع تكرار الحادث ومن قبلكم ايضا؟ اهم التحوطات الحمد لله رب العالمين، احنا اول شيء كوننا تيم باداره الصحه الوبائيه واداره الصحه في المحليه، انه نحن اول شيء نعمل توعيه عن البولهارسيا في كل مدارسنا، كل المدارس نحن حنتحرك وحنعمل انه اسباب وكيفيه
كشف المرض وكيفية الانتقال هذا المرض اللعين ومسح كامل لكل مدارسنا، لأنه نحن دايرين نربي التلميذ الصغير ليا إذا تربى وتعلم السلوك والخلق والأخلاق هو الذي دايرين هو يبادر وهو الذي ينقل الثقافة في المنزل وسط التلاميذ وسط الإخوان وسط الإخوات الصغار ديل عشان المرض ده يعالجوا كيف ويحاربوا كيف والأسباب اللي بينقل المرض ده وسط التلاميذ يعني. نعم نحن أستاذ. الحمد لله الليلة كنا قاعدين في جلسة مع المدير التنفيذي مدير الشرطة مدير الوحدات الإدارية في كله إنه نحن كيف نحن نوقف المرض وكيف نقضي على هذا المرض عشان ما يقدر ينتشر كثير، لأن في مدرسة واحدة نحن لقينا أكثر من 59 تلميذ مصاب بهذا. نتمنى ذلك يعني. أستاذ يونس إدريس خيري مدير مرحلة الأساس بمحلية البرجيك، شكرا جزيلا لك. طيبة لحياة طيبة.